ايوه يا عم، ايوه فوزي قال هيقدم حاجه اسمها استشكال، يعني حاجه كده توقف الحكم لحد ما نشوف صرفه. لا يا ما تخافيش من خليل، هي جنبك؟ اوعى تقولي لها مكاني فين، احسن بعدين فرج يعرف. او النبي يا خديها وروحي له، هو بيسمع كلامك وبيحبك. ايوه بس بقولك ايه، اوعي يقولك عايزه اشوف الوقت ادهوله، سامعه؟ ماشي يا مع السلامه حبيبتي، مع السلامه. ما تاخذنيش يعني يا حاج، انت مالكش حق في اللي عملته ده ابدا. انا برضو ماليش حق يا حاجه، امال مين اللي له حق؟ انت يعني عاجبك عمايل بنتك دي؟ طب وانا بنتي ذنبها ايه في اللي حصل ده كله؟ ذنبها ايه بقى بعد كل اللي عملته فيا ده وتقولي لي ذنبها ايه؟ دي ما صدقت ان انا اترميت في السجن وراحت طالبه الطلاق، وابني، ابني اللي بترجم الدنيا راحت سميته على اسم الواد ماجد اللي حبيته من ورايا، ولما طلبت ان اشوفه ما رضيتش. عارفه يا حاجه، عارفه لو كانت جابت لي ابني اشوفه كنت شلت لها جميل ده فوق راسي طول عمري. دي لو واحده ما تاخذنيش يعني اصيله ما كانتش تفكر في اللي عملته ده. ايوه يا حاج، ما هي ما كانتش عارفه ولا حتى عندها ذره امل ان حضرتك هتاخد براءه. يعني ايه؟ كانت متاكده ان انا تاجر مخدرات؟ انهي عاقل ده يصدق ان الحاج فرج ابو اليسر اللي حاج بيت الله 9 مرات يتاجر في المخدرات؟ الله، ثم اللهم احفظنا، اتاجر في الممنوع ليه؟ وانا ناقص فلوس؟ وبعدين الحمد لله اهو الحق ظهر وطلعت مكيده. يا حاج انت ما شفتش البهدله اللي بنتي اتبهدلتها؟ حرام عليك، ده بقى كل اللي رايح واللي جاي يشاور ويقول اهي مرات تاجر المخدرات اهي، ده غير بقى اللي كانوا عايزين يقتلوها. ايه؟ يقتلوها؟ ليه؟ ومين دول؟ انا عارفه بقى، اهو بقى شوف عدوينك ولا اللي بيكرهوك. الكلام ده حقيقي يا فوزي؟ ايوه يا حاج، فاكر الناس اللي سلطوها عشان تموتك لما حضرتك كنت محجوز في المستشفى؟ ولاد الأبلسة هما ظهروا تاني. طب وخليل ابني بقى ذنبه ايه في ده كله؟ ذنبه بقى ان محدش عايز يقول لابني فين ومراتي فين. مراتك مع جوزها يا حاج، وده امر طبيعي. ايوه مع جوزها، في انهي داهيه؟ والله يا حاج ما نعرفش، 2 اتجوزوا وسافروا وما سابوش لحد اي خبر. طب على الاقل يعني مش بيكلموكوا في التليفون؟ ايوه يا حاج بيكلمونا في التليفون بس في الشغل، لكن هما فين بيعملوا ايه محدش عارف عنهم اي حاجه، حتى رقم التليفون اللي بيكلمونا منه ما بيظهرش على الشاشه. وطبعا حضرتك يا حماتي هتقولي الكلام اللي بيقوله فوزي. انا كل اللي يهمني ان اعرف ان بنتي كويسه، لكن راحت فين جت منين انا ما بفكرش في كده خالص. خلاص زهره براحتها، بس انا اللي يهمني ابني. ابني فين؟ ابنك مع امه، امال هتسيبه؟ خلاصه الكلام ده يا حاج، انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. شوف يا حاج فرج، ربنا عرفوه بالعقل، تمام؟ تمام يا سي فوزي. السيده زهره علالة مرزوق موكلتي حصلت على الطلاق من حضرتك بحكم رسمي من المحكمه، تمام؟ اه، ده ايام ما كنت في البعثه. بعثه ايه يا حاج؟ السجن يا حاج. عموما يا حاج حمد الله على السلامه، لكن الطلاق ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ لا مش حقيقي، ده كان لوي دراع، لكن انا دلوقتي خلاص طلعت براءه وعاوز حقي يرجع لي. تمام يا حضره الافوكاتو؟ للاسف يا حاج فرج، السيده زهره علالة مرزوق موكلتي بعد ما حصلت على الطلاق من حضرتك بحكم رسمي من المحكمه اوفت العده وتزوجت من شخص اخر، تمام؟ لا مش تمام، لان ده مش من حقها. ده موضوع يطول شرحه، بس انا دلوقتي عايز اعرف الواد خليل ابني اللي انت خطفته وخبيته ده ذنبه ايه؟ يا ستي انا ما خطفتش حد. بس كده انت بتعرض نفسك لمسؤوليه قانونيه انت مش قدها اليومين دول يا حاج فرج. مسؤوليه ايه يا ابو مسؤوليه انت؟ انت كل حاجه تقول لي القانون والمسؤوليه، انت شكلك كده جاي تعمل لي فيها محامي وتقلبني في قرشين. لا يا حبيبي مش عليا الكلام ده،
لأن الحاج فرج أبو اليسر والأجر على الله. يا أختي تنيلي بتعيطي على إيه؟ يا ريتهم ياخدوه يخلصونا منه. بعد الشر اغفى عليكي يا أم كده برضو. عايزة أقعد لوحدي يعني هناكف في مين يعني؟ هكلم نفسي؟ على رأي أبوكي الجوازة واقفة علينا بالخسارة، بس نقول إيه بقى؟ الكتاب انكتب والمهر على الله. ليه بقى؟ ليه بقى؟ دي عيشة اللي انت عايشاها دي يا بنتي، ده لغاية دلوقتي ما جابلكيش حتة ذهب. يعني هو انا كنت لقيت غيره يتجوزني وقلت لا يا ناس مش عايزة اتجوز. انت اللي بختك مايل يا بنتي. انا نفسي افهم ايش معنى البيت زهرة دي اللي الرجالة بتتقاتل عليها وكل راجل انا احمد تاني. يا سلام، طب ما انا كمان خليل حفي عشان ارضى اتجوزه. يا اختي ما انا واكسة، وده جوز ده فرد. بس حرام عليك يا ام، خليل غلبان كفايه انه بيستحملني وبديله على دماغه وبيسكت. لو انت يا بنت عايزاه كمان ينطق، مش كفايه انه قاعد لنا زي الشيخ اللي انقطع نادره؟ يعني خلاص هنسيبه كده يا حبه عيني؟ دول جم خطفوه كده من الدار للنار، ده انا كنت لسه يما بعمل له الاكل. وكنت عامله له اكل ايه الموكوس ده؟ كنت عامله له ملوخيه ومحشي كروم. طب قومي يا اختي قومي حطي لنا، خلينا نتغدى بلا نيله. هتقهري نفسك على ايه؟ إذا كانت أخته بنت أمه وأبوه ما سألتش فيه، وبصراحة معاها حق، ده إحنا لو بعناه في سوق الرجالة مش هيجيب 3 مليم. ما بعرفش أقوم، ما بعرفش أقوم، ما بعرفش أقوم يا جماعة، أنا بعرفكم فيها كده، يا حاج، يا حاج فرج. مين قال لكم تعملوا كده يا اخويا؟ انتوا ناسيين ده مين؟ ده اخو مراتي وخالبني، نزلوه. الحقنا يا حاج، انا بعتذر لك مناخيري. تعبان يا حاج. مشوني بسرعه بالليل بالنبي عشان خاطري. ما انا قلت لك يا خليل خلص نفسك من المشاكل دي وقول لنا اختك فين. حرام عليك يا حاج، انا حاسس ان انا بتعذب عند محل كاوتش. اختي قلت لك سافرت. سافرت فين؟ راحت لبنان. انت متاكد؟ ايوه. ممكن بقى اروح لمراتي. حاضر حاضر، هتروح لمراتك بس بعد ما تاكد كلامك ده مظبوط ولا فشنك. وانت منتصر، خد 2 من الرجاله واطلعوا لبنان، امسحوها من اولها لاخرها لحد ما تعتروا عليها. اطمن يا حاج، مش هنرجع غير وهي معانا ان شاء الله. انا جعان بقى، ممكن شويه رز وحته فراخ بانيه. حاضر، من عينيا الاثنين. غدوه يا رجاله، غدوه احلى غدا. معلش معلش يا خليل، تعيش وتاخد غيرها منك لله يا زهره. انا بلعى لليوم اللي انا كنت فيه اكوكي.